حياكم الله. دقت الساعة الواحدة واتجهت الأنظار إلى القبة التشريعية، تصاعدت الأصوات المؤيدة وارتعشت النفوس المعارضة. قراءة ثانية إن مرت ستكون أمر من الحنظل في عروقهم، لكن المسعى خاب وتحول النصر على الأجندات إلى استسلام أمام أصوات النشاز، تأجيل إلى إشعار آخر، أجل استرداد الحق ومنح الباطل مزيدا من الوقت. فهل سيطوى قانون يحفظ للشرع هيبته وللزواج مكانته وللرجل وللمرأة حقوقهم، أم أن الأمر سيمضي بمشيئة كل الأطراف أو بتصويت الأغلبية الشيعية؟ استفهامات واستنكارات واسعة، مواقف وتصريحات ولا ثابتة في كل شيء إلا ما يثبت أركان القوانين الحقة ويطوي صفحة القوانين الوضعية التي خطتها أياد الزمر البعثية. أما رسالة المواطن لممثله في البرلمان فهي أوضح من الشمس وراسخة كرسوخ سورة الفاتحة المباركة في صلاة المؤمن: لا تتأثروا ولا تتراجعوا، فنحن في وقت إما أن نقول كلمتنا أو يمحى وجودنا، وما كان خيارا أمامكم ستكونون مسيرين ضده إذا توقفت سفنكم أمام رياح السفارات وترامطت بتموج النسويات. والجولة الثانية: لا نقبل بأي مزايدات، إما كسب الرهان أو لا عودة للوراء. حلقة هذا اليوم ستكون مخصصة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتأجيل جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، والتي تتضمن جدول أعمالها القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل. رح نفتحها وياكم بمحور الحلقة، ولكن نبدأ بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. يتصاعد الشد والجذب داخل الأوساط السياسية والمحلية وحتى الدولية حول القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية. مختصون بددوا المخاوف التي أشيعت على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين التعديل الجديد يضمن العدالة بين الطرفين. هناك توجهات من قبل البرلمان العراقي لتمرير هذا القانون مع بعض التعديلات البسيطة عليه، لأنه السلطة التشريعية في العراق تحاول خلق نوع من التوازي والتساوي بالنسبة للمواطن العراقي بالنسبة للتشريعات القانونية التي تخدم الأحوال الشخصية للمواطن في العراق. تحاول العديد من الجهات تحت مسمى منظمات المجتمع المدني للضغط على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصفوها تكريس الطائفية وتعظيم سلطة المذاهب على حساب القضاء. وغاية تلك الجهات معروفة بعد تدخل سفيرة الاحتلال الأمريكي في بغداد بحفوة التعديل المرتقب. القانون السابق جعل حال الصراع ما بين الزوجة والزوج، وأصبحوا متصارعين على لا شيء، بينما التنظيم الأسري هو الزواج، والزواج هو تشريع سماوي، فينظم حسب التشريع السماوي، ولا أن تأتي منظمات مجتمع مدني تنظم حسب الثقافة الغربية. يجب أن يشرح هذا القانون مثل ما أسلفنا، أنه هذا يصب هو في مصلحة المواطن العراقي، وحول الادعاءات بأنه سوف يكون الزواج في سن التاسعة من العمر،
بالعكس هذا القانون حدد أنه سوف يكون الزواج في سن 15 من العمر وليس في 9 من العمر حسب الدعايات المغرضة التي تبثها الأجندات الخارجية التي تحاول أن تمس بالمواطن العراقي. يتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة مجلس النواب بشأن المخاوف من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ستتضح آثاره على المجتمع مستقبلاً وفق المعترضين. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. للحديث أكثر عن محور حلقتنا لهذا اليوم ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسلامي سماحة الشيخ حيدر الشمري. حياك الله أستاذ حيدر. حياكم الله أستاذ فرح. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بأستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل. حياك. حياكم الله. أيضا أرحب كل الترحيب برئيس مركز أفق للدراسات الاستراتيجية الأستاذ جمال عطواني. حياك الله. عدم مرحبا. أهلا وسهلا. أبدأ معك سماحة الشيخ. مجلس النواب يؤجل جلسته المتضمنة القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر، شنو يعني هذا التأجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي الفاضلة وتحية لضيفيك الكريمين وتحية لمتابعي قناتكم الكرام. أنا لا أعرف أنه هل هذا التأجيل هو يعني له علاقة بهذا الصخب اللي جاء من خلال النسويات أو من خلال المنظمات اللي المشبوهة أو من خلال السفارات أو من خلال بعض الأشخاص المؤثرين في العملية السياسية والذين يعتقدون أن هناك تصاعد للتيار الإسلامي في إدارة وقيادة مفاصل الدولة. طبعا بالمناسبة الآن هناك مجموعة من البرامج اللي الآن قاعد ألاحظ أن هناك تكثيف من القنوات المعارضة لمثل هكذا توجهات، وهي كأنما تحاول أن تصور للمجتمع العراقي أن هناك محاولة أسلمت الدولة وأسلمت المجتمع وفرض التعاليم الإسلامية على المجتمع، ومن ثم نحن سائرون في خطر. وبتعبير أحدهم يوم أمس كنت ضيفا له يقول أن احنا أتصور بعد 4 سنين أو 5 سنين يمكن حتى الحجاب راح يفرضونه بالشارع، ومن ثم تتحول الدولة بكل كلياتها وكأنها تحول إسلامية لدولة إسلامية وتفرضون علينا كل شيء ونحن سائرون باتجاه الخطر. أقول أولا عملية أسلمة الدولة هي ليست المسألة بمثل ما هذا الشعار وهذا العنوان. أولا لا بأس ولا ضير إذا طبقنا أحكام الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع، شنو المشكلة يعني فيها؟ أولا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا واجب. اليوم أنا أقول واجب كل الذين يستطيعون أن يطبقون أن يسعون أو أن يصيرون سبب في تطبيق التشريعات الإسلامية على أرض الواقع، من واجبهم أن يسعون، لأن اليوم الله مكنهم وأصبحت السلطة التشريعية بيدهم أو جزء من السلطة التنفيذية كذلك، الآن هم قادرون وبالنتيجة يعني كأن الله مكنهم من أن يطبقون هذه الأحكام الشرعية على أرض الواقع، فلماذا لا يسعون إليها؟ لكن مجلس النواب ما تمكن اليوم سماحة الشيخ، تم تأجيلها إلى إشعار آخر. المشكلة أنهم ضعفوا بعضهم، ولا أخفيك صراحة يعني أحدهم قال لي بأنه أحد مثلا اتصل إحدى القنوات اتصلوا بواحد من النواب الذين يرفعون أيديهم ويصوتون بالإيجاب، لكن لما أرادوا أن يستضيفون في قناة وحتى يبين رأيه بأنه مع التعديل اعتذر منهم. لماذا؟ لأنه يخشى أن يطلع أمام الجمهور وهو مؤيد للتعديل، لأنه يريد أن يحافظ على الجو العام مالته ويريد أن يحافظ على جمهوره، لأن الكثير من جمهوره هم من النسويات ومن العلمانيين ومن الرافضين لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. يعني سماحة الشيخ معقولة نوابنا ضعيفين أمام المغريات على مود تتجدد لولاية ثانية ينكر ما قام به وما كان متبنى؟ هسه أنا ما أريد أقول، هسه بالنتيجة لو كانت أكو هناك فعلا إرادة قوية وكانت هناك ضغط فعلا على رئاسة البرلمان لكان اليوم شفنا هناك كانت هناك القراءة ولا استمرت في عملية القراءة، وبالنتيجة كان ممكن شفنا الأمر يتطور، لكن بدأنا نتراجع. هذا التراجع معناه شنو؟ معناها أنه بدأت الأوردرات اللي تأتي من جهات مختلفة أنه يا بل لا تسوون مشاكل. بس أنا ما أريد أحكي كل التفاصيل، ولكن يعني أوردرات من منو سماحة الشيخ؟
ومنو اللي يسوي مشاكل؟ يعني شنو يعني لا تسوي لنا مشاكل؟ يعني ما فهمت. يعني تعرفون انتم الاوردرات منين تجي؟ يعني من اجي القى مثلا تغريده في تويتر لشخصيه من الشخصيات العالميه تقول بانه اقرار قانون التعديل هذا راح يؤدي الى سلب حقوق المجتمع وسلب حقوق النساء وراح ياثر على المجتمع. انت بدك تتكلم عن السفيره الامريكيه سماحه الشيخ؟ والله يعني كلامي واضح، انا ما اريد هسه احكي بال ما اريد احكي بصراحه، ولكن كلامي ليش واضح. ليش هي تحكي بصراحه وليش حضرتك ما تحكي بصراحه؟ تمام هسه ما دام هيك بعد خلي يعني خلي نقولها بصراحه. صدقيني وبصراحه، هو ليس طبعا فقط السفيره الامريكيه، لا هناك يعني منظمات عالميه الان اعلنت يعني رفعت سيوفها الحاده باتجاه التوجه الاسلامي ومحاوله معاقبته ومحاوله تهديده. الان انا شفت مثلا على لسان بعضهم من النسويات تقول انه راح يهدد وصول الدعم الخارجي للعراق والشركات العالميه سوف راح تكون مهدده، لانه بالنتيجه ممكن يهدد وجودها. طيب. وتعتبر ان العراق طيب الان خطر عليها. يعني قانون دكتور مصدق، قانون اذا تعدل راح يهدد الشركات ما تيجي تدخل للعراق، الى اي مدى هذا القانون ارهابي من وجهه نظرهم؟ السلام عليكم، تحيه لك ضيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام. حقيقه هذا الكلام غير دقيق مما يروج له الطرف المعادي لتعديل قانون الاحوال الشخصيه، باعتبار انه ما حصل اليوم من تاجيل الجلسه الى اشعار اخر يدلل على ضعف في اداره الجلسه من قبل رئيس البرلمان المؤقت. هذا نشخص واقع الحال. هذا الامر ايضا يكشف لنا على هنالك اختلافات بنيويه داخل اللجنه القانونيه. بس فهمني رئيس بدايه ليش السيد المندلاوي يتحمل المسؤوليه؟ رئيس المجلس النواب هو المكلف باداره الجلسات وعقدها وتاجيلها لنصف ساعه، هذه كلها المفروض يستغرقها قبل لا تتاجل الجلسه الى اشعار اخر. هذا الدور. فبالتالي احنا اليوم فقط انه اللي افتهمنا قرر مجلس النواب تاجيل الجلسه الى اشعار اخر. فبالتالي اكو اجراءات يفترض السير عليها قبل انه هذا التاجيل لارضاء لبعض المزاجات السياسيه والطائفيه داخل المجلس. لهذا اليوم ما وصلت لك معلومات من الكواليس، اربع ساعات من الساعه بالوحده كان المفروض تنعقد الجلسه. للساعة 5 تأجلت، ما وصل لك أي خبر من الكواليس؟ لا يعني نحكي بالمباشر. رئيس اللجنة القانونية ليس مع التعجيل. غالبية أعضاء اللجنة القانونية مع التعجيل. المكون السني أكثر من 70% هو ضد التعجيل. المكون الشيعي صاروا كلهم هسه مدنيين الحمد لله، هو بالانتخابات لاف أمامه وينزل أنا إسلامي وفدائي للإسلام، أشو هسه اليوم كلها تقلبت كلها صارت تحب المدنية. فاليوم احنا حقيقه امام محنه واختبار حقيقي لمجلس النواب. مجلس النواب رغم اعتزازنا بهذه المؤسسه التشريعيه، لكن حقيقه عن نفسي ملأ قلبي قيحه. يعني قبل فتره عدلوا قانون العقوبات العراقي، بعد ما كانت عقوبه الزوج الذي يمتنع عن اداء النفقه اربعه اشهر شددوا العقوبه وجعلوها سنه، واتصلت باللجنه القانونيه ودار حديث بعد ما رجعوا الحصانة لهم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وقلنا قد تكون الحصانة أفضل في ظل هذه الظروف. لكن اليوم عندما نرى مجلس النواب يتلكأ، لا هو منتخب رئيس ونقول مؤسسة تشريعية مكتملة القوام، ولا هو دا يطبق حرية العراقي في اختيار أحوال الشخصية. داخل اللجنة القانونية الرئيس ما يوافق والأعضاء يوافقون، إلى والعكس صحيح، شنو اللي جاي يصير بالقانونيه؟ احنا التشتت واضح دكتور. اكو اختلاف بالراي، يعني من شقه اللجنه القانونيه النيابيه من شقه الى رايا، لكن الراي الارجح والغالب داخل اللجنه هو مع التعجيل. لهذا اليوم كان الافضل بمن تبنى هذا القانون وهو الدكتور رائد المالكي اخونا ان يقوم بحراك نيابي بالتنسيق مع الاطار التنسيقي، بالتنسيق مع تقدم، بالتنسيق مع عزم، مع كل الاحزاب الاخرى. بالنتيجه اليوم باعتبار انه قانون العفو اليوم من قبل ايضا الكل. اليوم احنا قانون العفو عن التنظيمات الارهابيه ايضا مدرج ضمن الاعمال، فبالتالي كان الاجدر ان يتم التحشيد لهذا القانون المهم، باعتبار انه شنو المانع انه 20 سنه
مجلس النواب والله ما يقدر يشرع لقانون يكرس حرية العراقي في اختيار أحواله الشخصية. زين سيد عبد العزيز الحكيم الله يرحمه بال2004 أول ما استلم رئاسة مجلس الحكم، ليش صدر القرار 137 لسنة 2004 إلغاء قانون الأحوال الشخصية؟ تدخل بول بريمر شخصيا. إيش هذا الشيء يدلل دكتور؟ هذا يدلل على ضعف الإرادة السلطة التشريعية في العراق. واليوم حقيقة عتبي أيضا على الحكومة العراقية، معرف المجلس وزراء هو متفرج واقف مع القانون مع الحقوق والحريات اللي ألزم رئيس الوزراء والوزراء بحماية الحقوق والحريات والسهر على رعايتها، لو انه لا حرية العراقي في اختيار احوال الشخصية مو ضمن الحريات بالمادة 41 من الدستور. لهذا اليوم حقيقة نحتاج الى موقف رسمي، الموقف الرسمي من قبل رئيس واضح. مجلس الوزراء قال لك اكو ورشات، هذه الورشات في مجلس الوزراء للتعريف بهذا التعديل وبالتالي للتوصل الى اتفاق حوله. هذا وين واجب. هذه النتائج هذا اليوم اللي احنا نحكي بالمباشر، يعني اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي ما مجبور يقدم مقترح قانون، يعني الحكومة اليوم من دز سيلا من المشاريع القوانين، يعني من دزت مشروع العفو عن مرتكبي جرائم التنظيمات الإرهابية لأنه منصص عليها بالمنهاج الوزاري، ما كان الأجدر أن تطبق حرية العراقي باختيار أحواله الشخصية. أنا رجل حنفي أو جعفري أريد أطبق الحكم الشرعي وفق النص الدستوري، الحكومة ليش ما تخليني أتمتع بحريتي المكفولة دستوريا وشرعيا؟ أنا قد أكون ما عدي لا أنتمي للمذهب الجعفري ولا الحنفي وفق الاتفاق أو الاختيار، أنا أريد أبقى على الأحوال الشخصية. دكتور مرتين تكرر العفو، اليوم قانون العفو مقابل قانون تعديل الأحوال نعم الشخصية. كان صفقة في بادئ الأمر كان مع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، فبالتالي صار شبه اتفاق سياسي على أنه قانون العفو مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية. لكن في جميع الأحوال حقيقة مجلس النواب أمام اختبار حقيقي، أما أن نقول أنه مؤسسة تشريعية رصينة بإمكان أن يتجاوز الأزمات ويحقق إرادة الشعب باعتبار الممثل الحقيقي لكل الشعب العراقي بجميع مكوناته، أو نقول أن مجلس النواب مثل ما عجز عن اختيار رئيس إله فإنه حتى اليوم رصينة، لو مو رصينة حتى انتقل للشعب. حقيقة مجلس النواب في الوقت الحالي مؤسسة تحتاج إلى الكثير من الترصين، تحتاج إلى استراتيجية لترتيب الأولويات التشريعية وغيرها من الأمور الأخرى. أستاذ جمعة جدد ترحيب بحضرتك. منصات هلهلت ومواقع وبثوث مباشرة قالوا غصبا ما على مجلس النواب انتصرنا لهذا اليوم، تم تأجيل التعديل إلى أشعار آخر، شنو رأي حضرتك؟ انتصروا لو هذا كلام لو شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بجد التحية بحضرتك، حياك الله أخوين الكريمين حياك الله الشيخ حيدر والدكتور مصدق ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. شوفي ست فرح، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اليوم أكبر اختبار حقيقي الشعارات التي رفعتها قيادات الإطار وزعامات القوى السياسية التي تمثل نتاج أو يفترض بها أنها تمثل نتاج لذلك الدم الزكي الطاهر الذي قدمه أبناء الشعب العراقي فضلا عن مراجعنا في النجف الأشرف، من أجل ماذا؟ أن يكون دين الدولة هو الإسلام، وكما أقر بالدستور لا يجوز تشريع أي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة، ولا أتصور أن هنالك ثابت أوضح من النصوص القرآنية التي تتحدث عن الأحوال الشخصية. طيب نكوص البرلمان العراقي، وأتحدث عن قوى الإطار تحديدا، لأنه قضية المزايدات يمثل نفاق سياسي لمن يقبل قوى الإطار اللي قوامهم 180 مقعد وأكثر ألا يقروا قانون أحوال شخصية الذي يعطي حق للإباحي كما يفترض يعطي حق للإنسان المبدئي، وهي قضية طبعا معادلة غير مقبولة. يفترض أنني يعني أغير القانون برمته، لأنه وفق القانون الحالي هنالك ثمة مباني تتعارض مع ثوابت الشريعة، بالتالي يتنازلون عن حقهم وهم أغلبية وفق السياقات القانونية والدستورية
وفق الموروث التاريخي الذي ومضخ تنازل ببلاش ما تنازل ببلاش تنازل أكيد ببلاش. أي شخص وليش اليوم من يريد يتنازل أكو صفقات لو أكو مزايدات لو أكو مجامل لما أتنازل أنني ليست لدي قدرة أن أكمل النصاب في داخل قبة البرلمان فأضطر أن أتوافق مع الدكتور حتى نحصل على أغلبية في داخل البرلمان وبالتالي يمرر قانونه وأمرر قانوني. أنا اليوم أعطي للعلماني الذي هو لا يكاد يبين داخل المجتمع العراقي ما إلى قيمة اجتماعية ما إلى وزن اجتماعي مثل ما أعطي للتسعين بالمئة من الشعب العراقي اللي هم مسلمين أعطي الجميع الحق وأنا أجي أتنازل وأتوافق مع قانون يريد أن يبيض السجون العراقية من الإرهابيين هذه تمثل وصمة عار أقولها بصراحة هذا القضية الأولى قضية الثانية والأهم لا بد أن نقف على أس المشكلة صدقيني يا أستاذ فرح مو قضية أنه هاي العلمانية التشرينية الإباحية هي حريصة على بنتي أكثر مني ولا حريصة على زوجتي أكثر مني مو صحيح؟ مثل ما أنا مو حريص عليها أكو اليوم شخصيات أكو محامية ما أريد أذكر اسمها يومية تفتح بث قبل شهر تقول لا رح يمرر القانون ولا وغصبا على الكل شوف اليوم مرة ما تم التأجيل بالفعل ما وقال أنا مو قلت مسألة لكم مسألة التمرير مسألة وقت ليس أكثر يعني هاي 329 نائب هذه تمشيهم مسألة التمرير مسألة وقت مو أكثر لأن والله العلي العظيم إذا لم يمرر الإطار هذا القانون سوف يعني لا يحسدون على مستقبلهم السياسي وصمة عار في كل تاريخهم هذا أولا القضية الأخرى أنا أريد أن أقول نقطة أساس هي تمثل أس المشكلة الخلاف هو صراع ما بين اللا دين والدين خلاف هو صراع ما بين رأي المرجعية الدينية ورأي السفارة الأمريكي ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع مو نص قرآني صريح صحيح العلمانية تقول لا من يتزوج امرأة ثانية فحكمه بالحبس إذن الله يقول وأنا أقول ليش هسه مدى يتزوجون بغض النظر هسه مدى يتزوجون زوجة خارج المحكمة ويسوي قبل العفو من أجل شموله السفارة الأمريكية تقول السفير الأمريكية وحتى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول هذا القانون يقيد الحريات والله سبحانه وتعالى يقول هذا هو القانون الأعدل وبالتالي عندما يتراجع الإطار تحديداً أنا ما أتحدث لأن ما شاء الله المسيح عندهم قانونهم واليزيديين عندهم قانونهم الكرد هم بيقلين كردستان لهم خصوصياتهم أقول الإطار الشيعي عندما يتراجع بمعنى ماذا يقول نحن نتعبد بما يقول تقوله السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية ولا نتعبد بما يقوله الله والمرجعية الدينية بعد ذلك من يفتح فمه من الإطار ويقول نعم تاج على السيد عادل السيستاني ونحن أتباع المرجعية والله العلي العظيم سوف يكون الجواب من قضية صراع بين حق وبالباطل صراع الفرع في مجلس بين نظام علماني لا ديني يريد أن يبعد الدين عن السياسة وعن المجتمع وعن الحياة وبين مشروع بني على جماجم الشهداء من الإسلاميين لا يريد أن يقص الآخر أكو نواب يستخدمون بعض الشعارات الإسلامية وتفضل بهذه النقطة سمحت الشيخ يستخدمها في الانتخابات بالبرلمان هو ساكت هذول مثلهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم بالسفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذول نواب من الإطار نعم أقول ولهذا أقول الآن مسؤولية الإطار بنوابه بقياداته بالأمس القريب عدلوا القانون ورجعوا مخصصات الإطار ما مخصصات البرلمان ما طول ساعتين جلسة رجعوا المخصصات اللي قطعها العبادي منه هذا شو فسر؟ هذا يفسر أنه هسه شنو القوانين بالبرلمان بكيفهم هذا يعجبني القانون وهذا ما يعجبني هذا مشي أقول هذا صراحة الآن أوجه كلامي لكل البرلمان حتى المنصفين من غير الشيعة هو اليوم مسيحي وهم معارض الأقرى هو مسيحي هذا خصوصيته مسيحي طبعا هو مسيحي ومعترض على التعديل يا اقول طبعا جميل. من حقه لان انا اليوم مثلا يجي اريد اطبق القانون المسيحي طبعا اعترض كمسلم هو عنده قانون خاص اي يقول لك انا ما اريد شنو مصلحتي اجي اقر انا اريد العلمانيه هذا المسيحي رجل علماني هو اساسا مبني على اساس فصل الدين الكنيسه فصلوها عن الحياه وعن المجتمع وعن السياسه من زمان وهذا مبدأه لكن تعالي اللي تحدث عن انه الاسلام يقود الحياه واللي قدمنا على هذا المشروع وعلى هذا الشعار جماجم من الشهداء سيد شهداء العراق محمد باقر الصدر
رح ارجع لك على السؤال الاول. من تطلع محاميه تفتح بثوث قبل شهر واليوم يتاكد كلامه وتقول ما يمشي هذا القانون ولا يتعدل، انا كمتلقي يعني هسه احنا قمنا المؤيدين قمنا ما نحكي، قمنا نسكت لانه الكلمه الها أولاً يعني هذه من اي دعم حتى تتكلم بها القوه. أولاً بس افهم هاي النقطه. اولا الحقيقه احترم برايي هذه الامراه واختلف معها 180 درجه. هاي شو انا كل شيء احترم رايها، واضحه لا دينيه، مرتبطه بالسفاره، مرتبطه بوزاره خارجيه، هي علمانيه تريد الاباحيه، هي نفسها اعترضت على قانون تجريم البغاء والمثليه الجنسيه، هاي هويتها. لكن تعالي لما نيجي قيادات شيعيه تربخ لاراده مثل هؤلاء النكرات، هم على باطلهم اقوى منا على حقنا كما يقول امير المؤمنين، فنتلومين هذه هويتها واضحه. لكن تعالي للاسلامي، انا اليوم اكثر من 190 مقعد يا جماعه، وقانون حق يعني بعداله متساويه، اجي احتاج الى صفقه او ارضخ لاراده هذا وذاك واجله، والله شنو خلاف ما بين، وهي طبعا كذبه، خلاف على مود كركوك، شنو علاقه كركوك بهذا القانون؟ انتم نفسكم الشيعة اقعدوا باغلبيه، وفي اي يوم احنا احتاجنا الى توافق؟ كل الموازنات ست فرح، كل الموازنات تم التصويت عليها باغلبيه، قانون الحج الشعبي تم التصويت عليه باغلبيه، بينما هذا القانون هو اقدس قانون في تاريخ العراق وبالعمليه السياسيه. الاغلبيه الشيعيه بالبرلمان ليش ما مررته؟ هذا اقول نفاق، ليش اقول نفاق؟ مجاملات، ولهذا هم اليوم بالمحك. ليش اقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امن؟ شو راح يصير لهم شيخ؟ يعني هسه اذا ما صوتوا على التعديل شنو اللي راح يصير؟ راح يصير اولا يعني طبعا انا اربئ باغلب القيادات الشيعيه، ما اريد نزاودهم، ومن زاودهم اليوم شفنا واقع نعم ربما يتاخر يوم اسبوع كذا، لكن بالنهايه لابد. ليش؟ لانهم اولا اكو ضمير يحاسبهم، اكو دماء هم معاصريها طبعا كل هذه القيادات. لنفترض بعيدا، لنفترض واقع المزايده، راي عام شيعي بصراحه، واكثر من هذا اكو اشارات من المرجعيه. تتعرفين اساتذه الحوزه العلميه لما يطلعون ويحثون الناس والبرلمان على التصويت شنو معناتها؟ يعني اكو رساله من المرجعيه، بمعنى اخر انهم سوف يخالفون راي المرجعيه، ورأي المرجعيه هذا مو راي سياسي حتى نقول محارب هاي قضيه واضحه بالفقه مالتهم، بفقهنا الجعفري يتحدثون عن هذه البديهيات، هم مو مسائل خلافيه. فاذا هم الان بالمحك وامام موقف حرج، رغم التاجيل نحن لا نقبل بالتاجيل، فضلا عن عدم التصويت على التعديل، عدم التصويت على التعديل هذا امر مفروغ منه، لكن بمجرد التاجيل اعتبر حاله من الرضوخ لقضايا ما تتناسب لا ويا مقامهم. تأجيل إلى إشعار آخر. سمحت الشيخ بصراحة، اليوم هنالك منابر مؤيدة للمرجعية الدينية ومؤيدة لهذا التعديل، لكن أريد أفهم من سماحتك، إذا لم يقم البرلمان بهذا التعديل واستمر التأجيل إلى إشعار آخر، شنو موقفكم أنتم اليوم كقيادات وكمؤثرين إسلاميين؟ يعني أكثر من مرة من شخصيات إسلامية معروفة كان موقفهم واضح وصريح، وعملية تصعيد من أكثر من شخصية مرتبطة بالمرجعية الدينية. يعني مثلا من شفنا التصريح الواضح والصريح اللي صرح به مثلا السيد رشيد الحسيني، التصريح الآخر اللي صرح به ابن المرجع الكبير السيد محمد تقي المدرسي السيد مرتضى المدرسي، كان التصريح واضح وأنه ينبغي أن يكون هناك توجه إسلامي واضح، والآن الفرصة موجودة ولا نتخاذل، وإذا تخاذلنا اليوم سوف تكون العقوبة قاسية. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى، وذكرت أكثر من مرة والقرآن يؤكد على ذلك، الله جعل قانون استخلاف للإنسان، فإذا الإنسان لم يقم بواجبه فإن الله سوف يبدل هؤلاء، أول عقوبة سوف تكون لهم أن الله سبحانه وتعالى سوف لن يجعل لهم هذا المقام اللي الآن والمكان اللي هم يأخذونها والمساحة. يعني نتوقع تبديل النواب إذ لم يتم التصويت على التعديل؟ يعني أتوقع أن المجتمع الشيعي المتدين سوف يعاقب هؤلاء ويتذكر خذلانهم في مثل هكذا موقف. تعرفين يعني احنا الكثير من القوانين او الكثير من المواد التي شرعت في تحت قبة البرلمان قد الناس حتى ما تعرف عنها شيء، يعني ممكن ان يصوت عليها وتروح، ممكن انه تنعرض وتروح، وبالنتيجه الناس ما داخله في الجو كثيرا، يعني المساله التي ما تحولت الى قضيه جماهيريه، ما تحولت الى قضيه شعبيه. الان قانون الاحوال الشخصيه، هذا التعديل الان على هذا القانون،
الآن تحول إلى مسألة جماهيرية، بدأت حتى الإنسان البسيط يتحدث فيه. أكو هناك طبعا مؤيد وهناك معارض، لكن بالنتيجة أصبحت القضية تتعلق بالمجتمع، والمجتمع بدأ يطالب بها. طبعا الجو العام هو متجه باتجاه التعديل. احنا لا نشوف اكو هناك مثلا تغريدات، ونشوف بعض الناشطين ونشوف بعض اللي الموالين لهم، ترى جزء من عندها عملية مفبركة وغير صحيحة. سمعت الشيخ، المعارضين جهلة، اغلبهم جهلة، ما يعرفون القانون، مسيرين، مدفوع لهم فلوس بصوت عالي وبافكار غريبة. شلون ممكن اليوم انت تجيبه للدرب وتعلمه وترشده؟ هو مشلب لك بمسألتين، البنية زوجوها بالتسع سنوات وأمور شرعية أخرى ما أنزل الله بها من سلطان ومحرمتها المراجع، وأصلا هي غريبة على مجتمعنا. أولاً تفهم ماذا أتحدث به سماحة الشيخ. أولا يجب أن نتحدث أن كل هذا التعديل وكل ما يتصل به هو متصل برأي المرجعية الشريفة، والدليل على ذلك أكثر من قناة فضائية سألتني بأنه أنتم شلون تدعون أنه هذا، أنه المرجعية الدينية مؤيدة، المرجعية الدينية العليا وسماحة السيد السيستاني مؤيد لذلك. أقول يا أخوان، رسالة سماحة السيد السيستاني وكل المراجع موجودة بين أيدينا، ما عندنا نسخة ورقية نكتب على الجوجل أي مرجع راح نقدر نسحب لنا نسخة من عندها، موجودة على الإنترنت. وممكن أن تعرفون أن هذه الأحكام، هل أن هذه الأحكام تتطابق مع يعني المقترحات اللي للتعديل، هل تتطابق مع رأي المرجعية أو لا؟ سوف تجدون أنها جميعا تتطابق مع رأي المرجعية. وأنا يوم أمس ذكرت لأحدهم، قلت له يعني هل أن مثلا حينما تفتح الرسالة العملية لسيد السيستاني يقول لا يجوز زواج البنت، لا يجوز الزواج البنت وعمرها مثلا 15 سنة، هل أن السيد السيستاني يقبل بأن يكون هناك تفريق بالمحاكم من دون إذن الزوج؟ هل يقبل كذا؟ بدأت أعدد له. بالنتيجة كل هذه التعديلات لو طرحناها من دون أي واحد بينا اليوم، لو جبناها على طاولة البحث وشفنا وجبنا رسالة عملية لمراجعنا الكرام، جبنا رسالة سماحة السيد السيستاني وشفنا أنه هل مدى التطابق ما بين هذه التعديلات وما بين الرسالة، وهل أن هناك اختلاف ما بين الرسالة العملية وفتاوى سماحة السيد السيستاني وما بين ما مطروح من تعديل. سماحة الشيخ، أكو بعض الأمور البسيطة يعني لا أستطيع ذكرها، وهي أمور شرعية أنا لا أفقه بها، الطرف الآخر استخدمها وسيلة للطعن بالتعديل. بلي يعني واضح، أنا افتهمت قصدك طبعا. بلي. أولا هذه يعني إحنا لا يمكن أن ننظر إلى كل الأفق يعني الفتوائي، لأنه تدرين أنت يعني الفتاوى هي ليست المصنفات أو الفتاوى أو آراء المراجع، هي ليست على نسق واحد، فممكن بالنتيجة بعض المجتهدين وإن كانوا هم مكرمين ومحترمين وعلماء ولهم مقامهم، لكنهم يخوضون في بعض الأحيان في قضايا فرضيات، وبعض الأحيان يخوضون في قضايا هي أساساً فيها نصوص شرعية فيما لو جرى هذا الفعل فما هو الحكم إليه، حتى وإن لم يكن على أرض الواقع هو واقعي، لكن بالنتيجة هي مسألة مطروحة ووفق النصوص هو لابد أن يجيب على ذلك. لذلك شوفي سماحة السيد السيستاني بالرسالة الأخيرة أو الرسائل الأخيرة اللي يعني الطبعات الأخيرة من منهاج الصالحين رفع الكثير من هذه المسائل التي قد تفهم خطأً، مثل ما صار في مال تفخيذ الرضيعة وغيرها. سماح سيستاني وكثير من المراجع، بل يمكن كل المراجع الآن، رفعوها من اللي رفعوها من رسائلهم العملية. سماحت الشيخ، ولكن لا توجد مدونة صادرة من مكتب السيد السيستاني بهذا التعديل أو أي مرجع من القانون. يعني حضرتك بعدنا بسم الله، حضرتك تقول لي فتحي جوجل حتى تشوفين الأحاديث الصادرة من المكتب، ليش الآن تصدر؟ على ماذا تبنى هذه الاعتراضات حتى أفهم؟ يعني عفوا ما افتهم سؤالك. سؤال لحضرتك، لا ماكو مدونة هسه من مكتب السيد السيستاني. أكيد القانون المفروض مبني على مدونة المرجع الأعلى أو أي مرجع آخر. نعم. بعدنا لا قارين قانون ولا مسوين مدونة، على أي أساس تنطلق الاعتراض؟ وهو هذا الإشكال يا أخوان. يفترض أن هذه العملية سوف تخضع لمعايير علمية، إلى الآن اللي راح يصوت عليه البرلمان بس مجرد أنه يفتح الباب للتعديل ويفتح الباب لي أنه خلي كل واحد يتعبد بمذهبه وأحوال شخصية وفق المذهب اللي يعتقد به الإنسان.
إلى الآن ما راح تصير هي يعني لم تكن مدونة موجودة بين أيدينا، هي عبارة عن ورقة ونص، هاي الآن بين يدي ما فيها إلا تعديلات إلا إشارات طيب. بسيطة، والأساس فيها سوف يحال إلى لجان علمية مختصة من الوقفين الشيعي والسني، وبعد ذلك سوف تعرض مرة أخرى على البرلمان وعلى اللجنة القانونية طيب. وهم يصوتون عليها. دكتور إذن هي لحد الآن من شنو جاي تنطلق الاعتراضات؟ لحد الآن تعديل على أشياء بسيطة وأكو مناقشات راح تكون مع ديوان الوقف السني وأشياء. نعم هي الاعتراضات حقيقة من هم من التيار المدني أو الشيوعي أو الليبرالي هم يتوجسون من تشريع قانون للأحوال الشخصية الجعفري في العراق، هذه هي المشكلة. ليش يخوفهم؟ الجعفري للجعفريين والحنفي أكثر من للحنفي وهكذا. آخرها في 2017 من قبل الدكتور عمار طعمة والمرجع اليعقوبي، لكن هم لا يستطيعون أن يقولون أننا لا نرغب بتشريع قانون للأحوال الجعفرية في العراق، فيتبجحون تارة بزواج الطفلة 9 سنوات وتارة أخرى بانتهاك حقوق المرأة، لكن في جميع الأحوال يعني هذا التأجيل اليوم اللي حصل، خلي أكشف لك بعض ما في الكواليس، هو كان أكو نقطتين خلافية. النقطة الأولى ارتأى بعض الزعامات السياسية من خلال المناقشات طالما أن الجميع يعترض على 9 سنوات، وأنا كررتها في عشرات اللقاءات التلفزيونية، سووها 15 نورد نص نمنع أنتوش قد تريد 15 يحضر تزويج من لم تكمل 15، نهينا الاعتراض. هذا أبو 9 سنوات وقصة زواج الطفل 9 سنوات هذا انتهى. والمسألة الثانية يعني اللي قوبلت بمعارضة شديدة من قبل النواب المكون السني هو مسألة حضانة الطفل أو حضانة الأم للطفل. زين. المذهبين الحنفي والجعفري متفقان عندما طرحنا مقترح تعديل قانون المادة 57 المتعلقة بالحضانة من قانون الأحوال الشخصية بالدورة النيابية السابقة، وهذا الدورة واللي كتبت المقترح بهذا الدورة، حقيقة تفاجأنا أنه النائبات وغالبية النواب يقول لا أنت ليش تأخذون الطفل من المرأة 7 سنين، يابا والله مو إحنا، هذا الحكم الشرعي يعني في بعض المراجع الشيعية. يعني هسه مو بس نسويات، نائبات هم قبله. في بعض الفقه الجعفري والأولاد والوالدات يرضعن أولادهن حولين يقول أن الحضانة تنتهي بالسنتين، فإحنا ما أخذنا بالسنتين. خليناها سبعة متفق عليها جعفريا وحنفيا، وهذا الأمر حقيقة تم الاتفاق عليه. هاي المسألة لكن أكو بالمقابل يعني قال أكو نائب مطلق مرتين ويدفع نفقة زوجاته، ولذلك هو هم متبني. فهسه إحنا اليوم أنا دحكي لك رأي الشارع. إيه فهسه إحنا اليوم بالنسبة للمكون الشيعي وفق الرأي السياسي تم الاتفاق على 7 سنوات في المدونة الأحوال الشخصية الخاصة بالمذهب الجعفري. أما بالنسبة للمذهب الحنفي بإمكانهم أن يجعلوها 15 أو 13 أو 9، الأمر متروك لهم. فمسألة هاي التأجيل زين الحضانة اللي يأخذها الأب على 7 سنوات ما تكون خاصة بيه لو تكون مشتركة، هو الحكم الشرعي يقول تنتهي حضانة الأم عند إكمال الطفل. يعني يقدر الرجال يبقى الطفل بإمكان أن يصار إلى الاتفاق، إذا المرأة المطلقة عاملت زوجها بإحسان ومودة ورحمة الشريعة الإسلامية لا تعارض استمرار الحضانة لمدة 20 عام طالما اتفق الزوجان، لأن الشريعة حقيقة هي الغرض منها تنظيم الروابط الأسرية، فبالتالي سواء كانت الحياة الزوجية قائمة هي مودة ورحمة أو إذا انتهت فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لهذا اليوم حقيقة مسألة هذا التأجيل هو مسألة تأجيل وقتي لغرض إطفاء. شنو اللي يخليك متأكد أنه وقتي مو للأبد؟ يعني قلت لك من خلال بعض المعلومات اللي اطلعنا عليها يوميا تتغير المعلومات، تنام بشكل تقعد بشكل تلقى غير حقيقة. يعني حضرنا عدة مداولات ويعني صار التوجه العام يعني حقيقة، وحتى في تلك الفترة كنا يعني نأمل أن السيد عمار الحكيم باعتبار أن السيد محسن الحكيم رحمه الله هو أول من اعترض لعبد الكريم قاسم برسالة اعتراض خطية عام 1959
قال له أن قانون الأحوال الشخصية يخالف القرآن الكريم ويخالف الشرع، وكررها السيد عبد العزيز الحكيم 2004. فكنا نتوقع أنه تيار الحكمة هو الذي يتصدى، لكن تم إجراء تعديل على سن زواج الطفلة إلى 15 سنة، وبالتالي كل المشاكل داخل الإطار التنسيقي الشيعي قد حسمت. بقيت الأمور يعني اليوم أتبع السفارة أو المعارضين يعني حقيقة أطمنهم إن شاء الله، مثل ما تم تمرير قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي إن شاء الله هي مسألة أيام. ما كانت عليها القد اعتراضات دكتور؟ نعم، ما كانت القد عليها اعتراضات؟ اليوم معركة صارت وجود إيديش. كما تفضل أستاذ يعني اليوم إحنا اليوم أنت عندك حرب اليوم، لأن الأكثر من نصف المجتمع هي نساء، يعني نحكي بالمباشر أنا كمواطن يعني ما متضرر من القانون، من أشوف كل شهر 10,000 امرأة مطلقة، أنا أحسب بعد 5 سنين أو 10 إيش قد عندي؟ 5 ملايين 6، لأن كلهن نساء صالحات. هي مطلقة بس تحافظ على بقاء أولاده. كلهن صالحات؟ لا طبعاً. ولا كلهن سيئات؟ طبعاً. راح تصير لا يزكي الأنفس إلا الله دكتور. فبالتالي أنا أريد أعالج زيادة حالات الطلاق. طيب. فضلاً عن هذا أريد أطبق المادة 2 من الدستور، من تقول الإسلام دين الدولة الرسمية وهو مصدر أساسي للتشريع. أنا اليوم ما مجبر أطبق. أنت تريد أنا المصدر الأساسي أو حنفي؟ أنا ما مجبر أطبق شوية كوكتيل أحوال شخصية، شوية ظاهري شوية حنفي شوية جعفري. أستاذ جمعة اليوم اللي عندنا القانون كوكتيل، وأكو نائبات لمصلحتهم الشخصية وأكو نواب لمصلحتهم الشخصية، أنه القانون يمشي هذا القانون ولا يكون هنالك تعديل. زين إحنا اليوم إذا حاميها حراميا شلون اليوم؟ خلي نعيد صياغة الإشكال من جديد. زين خلينا نعيد. هذا المحترض ماذا يريد؟ يريد القانون ما يكون القانون اللي أنت تريد تعدله. هو من جبر على القانون اللي راح نعدله؟ هذا المحترض. يقدر. هذا المحترض. أنا ما جبرت على قانوني. هذا شلون؟ زين. مثل ما هو منحقه يجبرني على قانونه، بمعنى انه هاي التشرينيه وهاي السفاره وذول الناس اللي معروف بلا هويه مدنيين ليبراليين علمانيين بتعبير ادق، ذول يرحون وفق قانونهم، حريتهم مطلقه مثل ما انا حريتي مطلقه. زين مو انا بس وضح ليها يعني مساله الزواج مره ثانيه، هو صدق هو ما مضطر يروح يتزوج مره ثانيه، ليش حارق دمه؟ انت الرجل الليبرالي ما مضطر، المراه الليبراليه ما مضطره، واضح شلون؟ زين. وبالتالي انا ما جبرتهم على مذهبي. هو ليش منفعل على قضيه هو مو طرف بها؟ السؤال ليه؟ لا والله اسوي ضيق بل يزوج بنته 15 سنه، شو جابرك يزوج؟ تمويل دور الايواء يوقف، الدعم الخارجي يوقف، هذا واحد. لكن القضية أخرى، القضية هو أيضا صراع فكر. ذول النماذج اللي هم ثلة بتعبيرنا مرة من باب اللطيفة نقول ما بيهم حمل كية، يعني تجيون ذول اللي هم المحسن المحترضين كل العراق ما بيهم كية متقبطهم. طيب. لأنهم ذول يقولوا إحنا نريد دولة لا دينية، بمعنى أنا أفرض عليك مو تفرض علي، أنت 90% مو من حقك تفرض على نفسك، بس أنا 5% من حقي أفرض عليك. أنا أساساً الصراع فكري، ما أريد العراق بشيء اسمه دين، لا ثوابت شرعية لا ثوابت فقهية لا ثوابت عقائدية. الدين هم هاي نظريتهم، الدين بعيد عن السياسة بعيد عن المجتمع بعيد عن الحياة، هذا أساس المشكلة. وإلا هو ترى ما محترق دمه على بنتي أو على زوجتي أو على ابنك. شبيها الأغلبية الشيعية وهي أغلبية حاكمة، ولهذا ليش أقول هنا الآن بدأ الدور. أنتم أيها الشيعة، أولاً إذا وفق الصراع الفكري والثقافي فما أعتقد أننا بحاجة إليكم أكثر بحاجة إلى القدر المتيقن. يعني القضية ما بها نقاش، ما بها خلاف شيعي شيعي، هذا واحد. إذا القضية حقوق ناس فأنتم ما راح تجبرون الآخرين. يعني أنا ما معقولة ست فرح يجي شيوعي يحدد حياتي الاجتماعيه، بس هو حددها صار لاكثر من 25 سنة. اي اقول الاعمال بخواتيمها، هو محدد لك اياها الاعمال من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اقول ما معقوله هذا الشيوعي اللي يرفع شعار الدين افكيون الشعوب يجي يحدد حياتي الاجتماعيه. انا الاغلبيه وفق السياقات الديمقراطيه، مو احنا تبانينا واياهم على اساس ديمقراطي. زين. الديمقراطية شنو؟ ما هو اليوم يقول لك شنو اعتراضه؟ يقول لك العراق راح يصير جمهورية العراق الإسلامية. أقول واي شوي الكلمة تزعجه واي. أولا أجاوبه بجوابين حلي ونقضي. زين. لتكن جمهورية العراق إسلامية من اللي يحدد؟
هو من يحدد العراق إباحي علماني لو إسلامي؟ تبانينا أنا وياك على آليات. ما هو الشعب مصدر السلطات؟ بالفعل. صحيح؟ صحيح. الشعب انتخب برلمان، برلمان إلى صلاحيات تشريع أن يشرع إلحاد أو يشرع إيمان وفق سياقات الدستور. صحيح. والدستور أعطى للبرلمان أن يشرع قانون، القانون البرلمان بأغلبية المطلقة راح يشرع قانون يعطي للمدني حقه وللشيء حقه وللجعفري حقه. هل تؤمن بهذه الدستورية؟ النقطة؟ هل تؤمن اليوم أن مجلس النواب سيلعب دوره ويعدل هذا القانون؟ أنا متيقن يعني يقين مطلق أن القانون سوف يعدل. ليش؟ لأن قضية وجود وعدم ستفرح. ومن اللي قال وجود هذا القانون راح يمشي؟ هذا القانون تعرفين ليش؟ لأنه إذا ما صوتوا على القانون القيادات الشيعية ماذا تقول؟ تردد ما يردده العلمانيون. الله يقول ونحن نقول. الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الله يقول الحضانة كذا. الله وأنا أقول لا أضرب رأي الله أرض الجدار. هذا مشكلة عقائدية. أنت متأكد وتتفق مع دكتور مصدق وأيضا الشيخ بتعديل هذا القانون إن شاء الله؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا رئيس مركز وفق للدراسات الأستاذ جمعة العطوان، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. أيضا أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل، شكرا جزيلا، حياك الله. سماحة الشيخ حيدر الشمري الباحث في الشأن الإسلامي، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ننتقل الآن بكم مشاهدينا إلى أبرز ما جاء في منصة إكس حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. الشيخ همام حمودي يستقبل النائب مصطفى سند ويؤكد بأن قوة دور البرلمان الرقابي يعزز من قوة الحكومة. رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء يبحثان الإجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة. مجلس الوزراء يصوت على زيادة تخصيصات هيئة الحج الشعبي لعام 2024 لضمان تغطية رواتب المنتسبين. السودان يوجه اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية. وزارة العمل تؤكد بأن زيادة راتب المعين المتفرغ من 177,000 إلى 250,000 ستصرف بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.